الهجوم التتري. طبعا يا أخي الليبيون يقتلون كل يوم. بعد أن كان التقتيل في أهل طرابلس القامدة، انتقل التقتيل الآن إلى أهل بني وليد وأهل سرب وأهل سبها وأهل الجفرة. الآن العائلات تقتل كل يوم. طبعا هم يستغلون أن الاتصالات مقطوعة وأنه ليس لدينا إذاعات محلية تتكلم باسم الدولة الليبية الشرعية، ويستغلون أنه ليس هناك صحافة عالمية. وعلى فكرة أنا أريد هنا أن أصبح الصحافة العالمية كلها. لقد طالبت أنا شخصيا كل الصحفيين العالميين، واتصلت بوكالات الأنباء وبالقنوات الفضائية، وطلبت منهم الحضور إلى بني وليد والسرب والجفرة وسبها لكي يصوروا الأطفال الذين قتلوا بالليل، ويصوروا النساء التي تهشمت أجسامهن في النهار، ويصوروا العوائل التي يعني انقرضوا تماما تحت قصف الناتو كل يوم، اليوم وأمس وأول أمس وقبل يومين، وغدا سوف يحدث هذا. كل الوكالات العالمية لم تقبل المجيء، ولا القنوات قبلت المجيء، لأنهم جزء من هذه المؤامرة. عندما كنا نحن نتهم بأننا نقتل المدنيين، كانت كل الوكالات العالمية تتكلم وكل الصحف العالمية تتكلم، لكن الآن عندما يقتل الناتو ويدمر لا أحد يتكلم، لا أحد يريد أن يصور الأطفال المذبوحين، لا أحد يريد أن يصور العوائل المقتولة. أما ساركوزي طبعا وكاميرون وتركيا، نحن نعرف أنهم ليسوا على وفاق سياسيا. نحن نعرف أن بين تركيا وفرنسا خلافات، وفرنسا وبريطانيا، لكنهم الآن يجتمعون في نفس المؤامرة الاستعمارية. تركيا طبعا باعت نفسها للشيطان لكي تصبح أوروبية، وفرنسا وبريطانيا تجاوزوا عن كل خلافاتهم حتى يقتسموا النفط الليبي. وفرنسا بالذات لديها مطامع استعمارية ليس في ليبيا فقط يا أخي مشعان، وفي تعرف هذا مطامعها في تونس والجزائر والمغرب، وهي تريد الآن أن تستخدم ليبيا كجسر لكي تبني عن طريقه الدولة الأمازيغية الإباضية في شمال أفريقيا، لكي تفرق بين الإخوة وتجعل هذا عربيا وهذا أمازيغيا وهذا سنيا وهذا إباضيا، وتقسم البلاد والعباد مثلما فعلوا في السودان، ومثلما يريدون أن يفعلوا في مصر وأن يفعلوا في سوريا وفعلوا في العراق، ويريدون أن يفعلوا في كل مكان. فمجيئهم إلى ليبيا هو لاقتسام الغنائم أولا، لكن ثانيا لتدشين المشروع الاستعماري في شمال أفريقيا. وأنا هنا يعني أستمطر شآذيب الخزي على كل المثقفين وأشباه المتعلمين العرب الذين دعموا هذا المشروع دون أن يستقرئوا التاريخ ودون أن يفهموا فلسفة الأمور ودون أن يطلعوا على بواطن السياسة. قبلوا لهذا المشروع ولتدخل الناتو في ليبيا، ودعموا ما أسموها الثورة، وهي ثورة بائسة في ليبيا، هي ثورة عصابات وقتل وحقد قبلي وحقد جهوي وحقد شخصي وحقد برجوازي على الثورة، ثورة الكاتح الليبية العظيمة. هؤلاء الأنصاف المثقفين الذين أثبتوا أنهم جهلة، وأثبتوا أنهم لا يعرفون أبجدية التاريخ ولا أبجدية الحضارة ولا يفقهون شيئا، إلا طبعا اللي كانوا هم خونة أصلا ومنضمين تحت لواء هذا المشروع وفاهمين كل شيء، لكن يعجبهم ما يحدث. وإلا من يصدق يا أخي أن ديفيد كاميرون وأن ساركوزي هم في صف الحرية وفي صف التقدم وفي صف المساواة والعدالة، وأنهم مستعدون للتضحية بقواتهم وجنودهم من أجل تحقيق الديمقراطية في ليبيا؟ يا أخي الكريم، يجب أن يعرف العرب جميعا أن هذا بداية للتدشين للمشروع الاستعماري الجديد في شمال إفريقيا الذي هو جنوب أوروبا، ومن أجل هذا سوف يستغلون ليبيا لاستعمار الجزائر وتونس والمغرب. ونحن نقاتل ليس من أجل ليبيا فقط، نحن نقاتل من أجل شمال أفريقيا ومن أجل المشروع العربي والإسلامي الحضاري. اليوم 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 أكبر دليل على هذا المشروع. اليوم وزير داخلية الجزائر
يقول ان اسرائيل وعصابات صهيونية تتحرك لإثارة الفتنة في الجزائر. هذا يؤكد ما كنت تقوله أنت خلال الأيام الماضية من أنهم سيحولوا ليبيا مكان يتآمروا من خلاله على الجزائر، خصوصا أن ليفني اليوم كان مع ساركوزي، ليفني الذي هندس للثوار العرب الجدد ثوراتهم. نعم يا أخي، نعم، والجزائر هي هدف رئيسي بالنسبة لهم باعتبارها قوة بشرية واقتصادية وعسكرية وثقافية ضاربة في المنطقة، وهم يعني سيستغلون طبعا علاقاتهم الخاصة بالمغرب والانفلات الأمني وانهيار الدولة في تونس من أجل أن يحاصروا الجزائر من كل مكان. وأنا أنصح إخوتي في الجزائر حكومة وشعبا أن يواجهوا أي مؤامرة بقوة وصلابة وبأس، وأن لا يسمحوا بحدوث أي انفلات أمني داخلي، وأن يعتذروا كل من يخرج عن شرعية الدولة في الجزائر هو خائن وعميل يجب مواجهته بكل قوة، لأنه لا يحق لأحد حتى أن يطالب بإصلاح ديمقراطي تحت مظلة دولية أو مظلة خارجية. أي إصلاحات يجب أن تحدث من الداخل وبشكل تدريجي وبشكل مسالم وبشكل يتفق عليه الجميع. يا أخي، لا يعيب أي تغيير ديمقراطي أن يأخذ 10 سنوات أو 20 سنة في سبيل الحفاظ على الدولة وعلى الوطن وعلى الهوية. أما التغيير الديمقراطي، ما يسمى بالديمقراطي، الذي يحدث في خلال أيام أو شهور وتحت تهديد السلاح والقصف والدمار والخراب، فهو تحول ديمقراطي مشبوه هدفه خدمة الأجندة الخارجية. كذلك على السعودية أن تنتبه وعلى مصر أن تنتبه، الهدفان الرئيسيان في المنطقة هما مصر والسعودية، الكتلتان البشريتان الروحانيتان الكبيرتان في المنطقة. وكان من المفروض على مصر وعلى الجزائر وعلى السعودية أن تلتحم مع ليبيا وأن تواجه المؤامرة مع ليبيا حماية لأنفسها، لكنهم تخاذلوا ولم يفهموا حجم المؤامرة، والآن سوف يتم الاستفراد بهم وسوف يقال لهم أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وأهل الأدب والثقافة يعرفون ما معنى هذا. الآن سوف يستفردون بنا يعني واحدا واحدا، وسوف تقول السعودية لقد وضعت هذه المؤامرة ضدي يوم وضعت ضد ليبيا، وليتني تدخلت ووقفت ضدها وناصرت الليبيين لكنت أوقفت هذه المؤامرة. لكن التخاذل لا ينفع، وأنا أدعو كل العرب أن ينتبهوا. والله نحن نقاتل بشرف وكرامة وأخلاق عن قيم حضارية وعن مشروع عربي إسلامي يتشكل ضد مشروع استعماري تشكل ضدنا. بإذن الله سوف نغلبه ونتفوق عليه إن شاء الله. على مدار اليومين، أنا أخرتك أخي موسى، ولكن تسمح لي أقول لك أنه على مدار اليومين الماضيين الجزيرة وضعت نفسها تحت تصرف تصريحات لعلي الصلابي يتهم فيها جبريل وشلغم والآخرين الذين في مجلس عملاء الناتو بأنهم يريدون أن يتقاسموا كعكة ليبيا، وبأنهم يريدوا أن يهيمنوا ويسرقوا الثروات، وشن عليهم هجوما وقال إن هذا المجلس يجب أن ينحل، وقال إن جبريل يشكل كتائب أمنية لحسابه تفرض واقعا جديدا على الأرض. كيف تفسر أن الجزيرة تضع نفسها منبر لهذه التصريحات فيما هي ساعدت الجميع؟ شوف يا أخي مشعان، أنا أتمنى لمشاهديك أن يعودوا إلى مؤتمرات الصحفية السابقة الموجودة في الإنترنت، وأنا قلت سابقا كلام ضحك منه البعض وسخر البعض الآخر. قلت بالحرف الواحد إن قطر هي أكبر حليفة للتطرف الديني في العالم، وأنها من أكبر الداعمين لمن يقتلون ويدمرون باسم الدين. ضحك المجموعة من الناس. الآن تثبت قطر أن حليفها الرئيسي في الموضوع هو علي الصلابي وجماعته، والآن لأنه بدأ اقتسام الغنائم، طبعا هذا الاعتراف على فكرة باعتراف صحف بريطانية وصحف ووكالات فرنسية
ومعلقين أمريكان كلهم تحدثوا عن العلاقات الاستخباراتية والمالية والسياسية العميقة لقطر مع المتاجرين باسم الدين، مع المتاجرين باسم الإسلام. والآن قطر تعرف جيدا أن محمود جبريل ومحمود شمام وغيره من الليبراليين والعلمانيين هم رجال فرنسا وبريطانيا، فتريد الجزيرة أن تصنع رجالها من هؤلاء المتاجرين باسم الدين، علي الصلابي وإسماعيل الصلابي وغيره وعبد الحكيم بالحاج، فنصبت نفسها مدافعا عنهم ومنبرا لهم. طبعا هذا أدى إلى حدوث احتدام صراع بين قطر وبين فرنسا وبريطانيا. نحن نعتقد أن هذا الصراع سيزداد وهذا النزاع سيزداد، وهو كله في إطار يا أخي مشعان اقتتال الكعكة الليبية. المجمعات الإسلام المتطرف تريد أن يعني تجعل لها موطئ قدم في ليبيا لكي تلتحم بالمجموعات الموجودة في الصحراء الكبرى. المجموعات الليبرالية تريد أن تلحق ليبيا بجنوب أوروبا بفرنسا وبريطانيا، وفي هذا كله يضيع وجه ليبيا العربي الإسلامي الحقيقي بين وجه التطرف ووجه العلمانية والليبرالية المنسوخة. تضيع ليبيا الحرة، تضيع قيادة ليبيا، تصبح ليبيا جزء من مشروع ليس لها، جزء من خطة ليست لها، جزء من لسان ليس لسانها. فأنا أحذر الليبيين والليبيات من أن ينضموا تحت لواء هذا المشروع، وأقول لهم بقليل من الصمود وقليل من الصبر وقليل من المقاومة سوف نتمكن من دحر هذا المشروع والانتصار عليه. أنا أعرف أن الكثيرين قد يتساءلون عن احتمالية الانتصار، ولكن أقول لهم أن الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والذين في قلوبهم إيمان لا ييأسون أبدا من نصرة الله لهم، مهما كانت الأمور حالكة ومهما كانت المؤامرة كبيرة. هناك رجال لله سبحانه وتعالى، هناك مجاهدون في هذه اللحظة يقاتلون في الشعاب وفي الوديان وكل الجبال وفي الشوارع. ادعموهم، ادعموهم أيها الليبيون الأحرار، أيها الليبيات الحرائر، ادعموهم بالدعاء وبالصلاة وبالمقاومة المدنية والعصيان المدني، ادعموهم بنزع الشرعية عن هؤلاء العقابات. هذا واجب عليكم جميعا، واجبكم أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الوطن وأمام التاريخ، سوف تسألون عنه أمام الله وأمام التاريخ. دعني أخذ منك آخر سؤال في هذه الليلة. هناك دعوات على الأنترنت لخروج مظاهرات يوم الأحد في المدن الليبية. نحن نعتقد إن ربما البعض يفسر أو يسألنا يقول إن ربما من يقف وراء هذه الدعوات يريد أن يخرج الناس الموالين حتى يتم قتلهم وتصفيتهم. هل أنتم وراء هذه الدعوات لأن تخرج الناس في ساعة محددة في يوم محدد، أم نحن مع المقاومة الفردية؟ نعم يا أخي، نحن لسنا وراء هذه الدعوات المظاهرات. أنا الحقيقة ليس لي أي علم بها، ونحن أسلوب مقاومتنا وجهادنا الآن هو القتال ضد هذه العصابات حتى تحرير الأرض. نحن نخشى من أن يخرج مثلا مجموعات من الناس بسيطة، مثلا مئات أو آلاف، ويتم مثلا قتلها بدون رحمة، ويتم التعرف إليها من قبل هذه العصابات وتحديد أماكنها ووجوهها ثم القضاء عليها. فنحن ننصح الناس بأن يشاهدوا ويتابعوا قناة الرأي، وأن لا يستمعوا لأي دعوات عبر الإنترنت فقط. ما نعلنه رسميا عن طريق قناة الرأي يعتبرونه من المجاهدين والمقاومين الليبيين. ما ينتشر فقط في الإنترنت يجب أن لا يعتمدوا عليه، لأن نعرف أن عدونا يخدع ولديه طرق يعني خسيسة في خداع الناس، فنرجو أن ينتبه منها إخواننا جميعا بإذن الله. أنا أشكرك وأدعو الله لك ولكل المجاهدين بالسلامة والثبات والمقاومة. نعم. وإسقاط هذه المؤامرة على ليبيا الحرة.